أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سنتناول فيها موضوع انتشار آفة المخدرات في منطقة شعفاط. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف كل من الأستاذ أحمد حجازي مدير عام جمعية الهدى لعلاج وتأهيل المدمنين في مركز النور ومركز الطهارة، وأن نستضيف الأستاذة ثورة إنجاص أخصائية نفسية، وأن نستضيف ونلتقي بعدد من الضيوف العاملين في هذا المركز وأعضاء الجمعية والمنتفعين في هذا من الخدمات التي تقدمها الجمعية. بداية أود أن أشير إلى ضيوفنا الكرام، إلى خاصة المنتفعين، إلى أننا سنقوم بتسجيل هذه الحلقة وبثها على شاشة التلفاز، وإذا كان لأي منهم أي اعتراض على أن يكون ضمن هذه الحلقة بإمكانه إعلامنا لنعيد التسجيل مرة أخرى دون وجوده، وإلا فهذا يعني موافقته على التسجيل. شكرا. بداية نبدأ مع الأستاذ أحمد حجازي. يعني مسألة المخدرات في شعفاط هي ظاهرة قديمة جديدة تظهر وتقوى وتخفو وتعود وتظهر وتقوى، حتى يقال أنها قد بدأت منذ سنوات طويلة، وأحيانا البعض يقول منذ السبعينات، لكن في الآونة الأخيرة يلاحظ أن هناك ازدياد في هذه الظاهرة، هناك ازدياد في عدد المتعاطين لآفة المخدرات في داخل المنطقة. هل لك أن تفسر لنا أولا ما هو حجم هذه الظاهرة حقيقة، وإن كانت تواجه مشكلة حقيقية لسكان هذه المنطقة، أم أن الأمر فيه تهويل؟ سعد صباحكم. أول شيء، المخدرات هي بشكل عام ظاهرة كبيرة جدا، وفي خطر وفي ازدياد. نعم، ما هي للتهويل، والمخدرات عمالها بتنتشر في فلسطين عامة، وفي القدس كانت خاصة من بداية الثمانينات، السبعينات والثمانينات كانت مبتدئة بالأفيون والحشيش، ولكن في سنة الثمانينات بلشت تنتشر على الهروين والمادة المخدر الأقوى اللي هي في عليها إدمان كبير وإدمان صعب، يعني في حالة الاشتياق، في حالة الحاجة الملحة للاستعمال هذه المخدرات. اللي بيستعمل المخدرات في من الهروين بحاجة إنه يضل يستعمل هذا المخدر، بيصير له كعلاج، هو بحس كأنها هي كإله العلاج، فهي عمالها بتنتشر بشكل كبير. وخاصة كانت في بال 2005 كانت الإحصائيات موجودة في 6000 مدمن و 25000 متعاطي. بعتقد أنه المتعاطي تحولوا لمدمنين في الوقت الحالي من فترة العشر سنين، وبخاصة على المادة الجديدة اللي هي مادة الهيدرو النايس جاي أو الماستولون، اللي عمله بنتشر بين فئات الشباب العمرية من سن ال 17 أو ال 16 كمان لا ال 25. يعني حاليا كم تقدر عدد المتعاطين وعدد المدمنين؟ أنا كانت الإحصائية في 2005 بقول 6000 مدمن و25 متعاطي حسب الإحصائيات اللي سواها الإحصاء الفلسطيني وعن طريق الإحصائيات اللي في إسرائيل، لكن بعتقد المتعاطين الآن هم مش 6000 مدمن و25 ألف متعاطي، بعتقد 25 ألف متعاطي زائد 6000 يمكن يكون 30 ألف مدمن على النايس جاي الهروين من فئة الشباب العمرية الصغيرة، لأنه بنواجه عدد كبير بتعاطى مخدرات الحشيش يعني أنت تتحدث عن تحول. نعم. في نمط التعاطي من تعاطي إلى إدمان. نعم. وربطتها في فترة زمنية في عام 2006. نعم. خلينا بشكل أكثر وضوح، بتشعر في علاقة بين التحولات اللي صارت في المنطقة السياسية وبناء الجدار الفاصل وانتقال نسبة كبيرة من الناس للسكن في هذه المنطقة، تضاعف عدد السكان، بتشعر إله علاقة وأثر على هذه الجريمة؟ كيف كان أثر مسألة الجدار وانتقال فئة العيش في هذه المناطق؟ طبعا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي له تأثير كبير جدا على المنطقة اللي احنا عايشين فيها.
سبب من الأسباب، خلينا نعطي مثل صغير كأسباب صغيرة، في منطقة القدس أنت بتقدر تقول عائلة من 10 أنفار أو 5 أنفار موجودين عائلة في منطقة القدس عايشين في غرفة، فهم الغرفة هاي بيحاولوا يطلعوا لمنطقة ثانية، فهي الحالة الاجتماعية عندهم صعبة. الشاب الطفل الصغير اللي بيكون عمره بوصل لل 13 وال 14 بصير يدور على وضع انه ياخذ راحته، ياخذ حريته في العيشه، فهو ما بيلاقي هذه الامكانيات عنده، فبيضطر انه يترك ويروح يشتغل يساعد ابوه عشان يقدروا هذا. فبيطلع على المناطق الاسرائيليه، في المناطق الاسرائيليه زي تل ابيب وزي مناطق الايلات ومناطق الاسرائيليه ما بيخلوا حدا يشتغل الا بحسن سلوك. واكيد كل طفل عندنا موجود اليوم لو كان محبوس على ضرب حجر او كف او شيء ما بيقبلوه عندنا، فبيضطر يروح يشتغل في السوق السوداء. ايش السوق السوداء؟ اللي هي في اماكن الدعاره والمخدرات والاماكن الخمره والمشروبات الروحيه اللي ما بيكون منطقه سوداء ما فيها تجديد. استاذ انجاص، انت اخصائيه نفسيه وتتابعي هذه الحالات عن قرب، يعني احنا تحدثنا عن الظرف العام اللي ساهم في بروز مثل هذه المشكله، من وجهه نظرك من خلال لقائك ومتابعتك للحالات وللمنتفعين، في اسباب خاصه ايضا، يعني لابد من اسباب خاصه موجوده عند الانسان تدفعه، شو بتشوفي حجم وين 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 التغيرات وين الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي مثل هؤلاء الاشخاص ان يتعاطوا مثل هذه الافه؟ نعم صحيح، يعني بقدر أحصر الأسباب الرئيسية اللي بتخلي الشباب يتوجهوا لتعاطي المخدرات والإدمان عليها في كذا عامل. أولا نبدأ اللي هو بنأكد على الوضع السياسي اللي صاير والجدار اللي سهل وصول المخدرات لفئة الشباب والمراهقين. اثنين بنقدر نحكي على الوضع الاجتماعي الأسري، عدم الاستقرار الأسري، العلاقة مع الوالدين تحديدا بيكون لها دور. إشي ثالث حب الفضول والتجربة اللي بيكون عند الشباب تحديدا في عمر ما بين 11 خلينا نحكي ل 16-17 سنة، اللي هي الفترة الأولى اللي بتبدأ فيها تعاطي المخدرات وفيما بعد بتحول ممكن لإدمان. زائد أسباب كتير ممكن يكون منها مرضي، ممكن يكون منها مشاكل اقتصادية سواء بالزيادة أو بالنقصان، ممكن يكون صدمات عاطفية، فقدان، ممكن السجن كمان يؤدي لتعاطي المخدرات والإدمان عليها. يعني هذه أسباب مختلفة، أحيانا أسباب عامة، أحيانا أسباب خاصة. إحنا في هذا اللقاء معنا أحد الأشخاص الذي فعلا عبد رغبته بالمشاركة في هذه الورشة وإبداء رأيه في هذا الموضوع وشرح تجربته الخاصة، فيلي تفضل لنستمع منه ما الذي جرى وكيف وقع وأصبح يتعاطى أو أدمن، لا أعرف مدى الحالة التي وصل إليها في هذا الموضوع. تفضل. أنا المدمن عصام الصوفي من منطقة أريحة، تعرفت على شباب من مخيم عقب الجبر، بلشتها بسجارة مروانة وبعدين سجارة حشيش حبوب أكستازي لحد ما وصلت اللي هي آخر قطار اللي هي مادة الهيروين الإبر. ممكن تشرح لنا بالضبط كيف أنت بدأت تتورط في هذه الآفة؟ حب التجربة، جرب هذه السطلة. يعني كتجربة تشرحها، لأنه بالتأكيد في مشاهدين، في أطفال راح يشاهدوا مثل هذا البرنامج، بنا يشعر كيف عادة الإنسان بيبدأ دون أن يكون لديه الوعي في التورط في مثل هذه الجرائم. إن شغلة الإدمان، يعني الواحد لما ببلشها شغلة سجارة مروانة وسجارة حشيش بيحب يجرب الإشي الثاني، يعني اللي السطلة الأقوى. أول مرة، يعني إذا متذكر عندك ذاكر أول مرة كيف تعاطيت وشو الظرف العام، دون طبعا لا ذكر أسماء ولا أشخاص، بس طبعاً كظرف عام إذا بتعطينا تفاصيل لو سمحت، كيف بديت تتعاطى؟ أولها بلشت سجارة مروانة وشوية شوية بلشت سجارة حشيش وحبة أكستازي، مادة الهيروين، التدخين، وبعد التدخين اللي هي مادة الإبر، استعمال الإبر. المراحل الأولى كنت ترغب بالتجريب في الأول، بعدها وجدت نفسك متورط في الإدمان والكريز وتعب. وكديش بتتحمل تجربة، يعني كديش فترة زمنية تحتاج مثل حتى الإنسان يصاب بمثل هذه الحالة، كم يحتاج من الوقت؟ فيش اللي هي مادة الهيروين، لو بدنا نحكي عن مادة الهيروين 3 أيام بيصير الواحد بده إياها، مش سطل، بده إياها زي دواء كريز بيصيبه البني آدم.
بس بيدور كيف يجيب المادة. كيف أنت بدأت تشعر حالك؟ يعني احكي لنا تجربتك بإسهاب، كيف أنت بدأت تشعر حالك؟ بدأت تتورط، بدأت تتعاطى، بدأت تبحث عن التغطية المالية لتعاطي، كيف يعني إذا حابب تحكي؟ فيش هذه مادة، المادة اللي هي مادة الهيروين هاي ما فيش فيها، يعني بس تدور كيف تجيب المصاري عشان كيف تستعمل. وبعدين شو صار معك؟ بعدين لقيت حالي خسرت وظيفتي، ضنيتني في هالشوارع وفي التحنوت لحد ما الله رزقني يعني بالمقيمين في المركز في شهر رمضان، هذا الحكي في 97، وقالوا إذا حابب تيجي تتعالج على حساب المركز في شهر رمضان 3 أشهر، ولجأت إلهم في 97. في 97 وقعدت 9 أشهر عندهم، وبعد 9 أشهر أهلوني إني كيف أنا أعالج الإشي، أعالج الشباب يعني الإدمان. خدت دورات 2007 في 2007 2007 واشتغلت معهم مدريخ هون لمدة 7 سنين. وبعد هيك يعني تعاونوا معي وشافوا لي بنت الحلال، والحمد لله اليوم يعني عندي بنت وولد ومقصوا معي يعني المركز. إذن يعني بفضل الخدمات التي قدمها لك المركز، نعم، بعد ما كنت قد أصبت في حالة من الإدمان، نعم، كنت أنك تعود لحياتك مرة أخرى. نعم. هذا برجعنا مرة أخرى للأستاذ أحمد، يعني رح نرجع إذا في حاجة معك من الأستاذ أحمد. إذا ممكن توضح لنا بالضبط شو نوع الخدمات اللي بيقدمها المركز، كيف بتعرف على هؤلاء الأشخاص، كيف بقدر يوصلهم إلى هنا ويعالجهم؟ نعم، إحنا زي ما تفضل كنا بال2007 نسوي جولات ميدانية في الأوكار المخدرات أو في الشوارع، فكنا نلتقي في الشباب أو في المتعاطين وننصحهم إنهم يتعالجوا، وإذا فيش حدا معاه يعني إمكانيات فيش أهله يساعدوه كنا نقول له إنه يجي في بالذات بشهر رمضان على حساب الجمعية إن نعالجه ونحاول إن أهله نحاول نساعده، لأنه في كثير ناس يعني من الشباب المدمنين كان ما عنده استطاع إنه يشتري دخانه أو أكل حتى، لانه المخدرات آلة مدمرة بتدمر كيف شكل العلاج شو بتقدمه؟ نعم. يعني ممكن تساعدك كمان؟ نعم، بنجيبه بنستقبله في مركز النور وبنعرضه على الدكتور، طبعا بيكون بإرادته هو انه بده يتعالج بالبداية، لانه هي نص العلاج انه هو يكون بده عنده الإرادة الاولى. بعد ما نستقبله في المركز ويتم العقد معه، كتب عقد معه بموافقته، بنعرضه على الدكتور، والدكتور بيعالجه خلال فترة الأسبوع أو للأسبوعين في علاج بديل بأدوية قانونية اللي تساعده على الكريز اللي ما يكون في عنده ألم وأوجاع فيها، عشان تحببه في العلاج إنه يطلع، لأنه كل الخوف بكون شديدين الخوف من الكريز، الأعراض الانسحابية لما بتصير عنده أعراض انسحابية بتصير عنده أوجاع في الجسم، مادة أصعب من الفلونزا بكون يعني في بشعر فيها. فبعدها بنضطر بعدها بعد 21 يوم الدورة الدموية تتغير بالعلاج الفيزي، بنحول العلاج النفسي والإرشادي. العلاج النفسي يعني إيش المراحل بمر فيها، وكم من الوقت بحتاج أي شخص بوصل لحضرتكم حتى فعلا نبدي نشعر أنه بدأ يتشافى من هذه الآفة؟ تمام، خلينا بالأول نبدأ باستقبال النزيل وأكمل على اللي حكاه الأستاذ أحمد حجازي، إنه بعد استقبال النزيل بتم تقييم حالته من خلال الطاقم المتخصص اللي هو كيف حكى الطبيب النفسي والطبيب العام، لنتأكد من خلوه من الأمراض سواء كانت أمراض جسدية أو أمراض نفسية، وإذا كان بحاجة لأنه ياخذ نوع من أنواع الأدوية، في كتير بيجوا مثلا ضغط سكري، ممكن التهاب الكبد الفيروسي، بنكون عارفين شو الأدوية اللي لازم ياخدها خلال هاي المرحلة. بعدها بعد تقييم حالته الخروج بتقرير طبي ونفسي، بيبدأ شغلنا كأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية، وهون بيبدأ الإرشاد والعلاج النفسي. عنا هون 3 مراحل، أول مرحلة اللي هي مرحلة الفطام، مرحلة الفطام تاخد من أسبوع لثلاث أسابيع، فهي المرحلة التركيز بيكون على الاهتمام بالوضع الصحي والنفسي لإله. شو المقصود بالفطام؟ الفطام اللي هي هاي بدي أحكي لك، أنا مرحلة الفطام اللي هي مرحلة انسحاب المادة المخدرة اللي أدمن عليها الشخص تحت إشراف طبي من طبيب عام وطبيب نفسي زائد المرشدين اللي بيكونوا موجودين. المدمن مثلا تعاطى نوع معين من أنواع المخدرات لمدة سنتين، قد ما تكون هاي الفترة الزمنية فجأة بينقطع عنها وبيجي للمركز.
فترة أسبوع على ثلاث أسابيع الدورة الدموية بتتغير، فالمادة المخدرة هاي بتطلع من الجسم عن طريق العرق، عن طريق اللعاب، عن طريق إفرازات الجسم جميعها. في هاي المرحلة، مرحلة الفطام أو الانسحاب، بيكون في أعراض جسدية بتظهر على الشخص، كأنه عيان تعبان، بيكون ممكن ألم في العظام، ألم المفاصل، أوجاع مختلفة حسب طبيعة المادة المخدرة والشخص. الجزء الثاني بيكون في أعراض نفسية، الأعراض النفسية بتظهر تحديداً بتشتت التركيز، الانتباه، بيكون تغير المزاج بشكل سريع، ما بيكون في سبب معين، لكن بنلاقي في تغير في وتيرة المزاج تبعهم. هاي المرحلة زي ما حكينا بتاخد من أسبوع لثلاث أسابيع، التركيز فيها على الوضع الصحي لإله، زائد التفريغ النفسي، وما بيكون في جلسات إرشاد بطرق علاجية معينة، قد ما بيكون فقط جعل المدمن أنه يحكي أكثر عن حاله، يحكي عن تجاربه، ويحكي عن اللحظة الحالية اللي هو فيها، وبياخد الدعم النفسي لإله. نيجي للمرحلة الثانية اللي هي بتيجي بعد ثلاث أو أربع أسابيع. هاي المرحلة ما إلها فترة معينة، لأنه بتعتمد على طبيعة المدمن، طبيعة تقبله للعلاج والتغير. ممكن تاخد 3 شهور، ممكن تاخد أكثر من 3 شهور. عادة قديش المعدل العام؟ بالعادة من 3 ل 6 أشهر. في هاي المرحلة بيكون التركيز على تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي لإله من خلال الجلسات النفسية والاجتماعية المكثفة، تكون جلسات فردي، جلسات جماعي، بطرق طبعا علمية حديثة مدروسة. كديش عدد النزلاء تقريبا بصورة عامة؟ شو القدرة الاستيعابية لهذا المركز أستاذ؟ 30 شخص عندنا في مركز النوم، نستوعب 30 شخص. طبعا بتكون المنامة مع الإقامة في هذا المركز، و20 شخص بكون في مقام النبي موسى في مركز الطهرة في النبي موسى. يعني بنستوعب 50 ل 52 شخص في الشهر. 52 شخص، هذا بيعني أنه بحاجة مثل هذا الجمعية بفرعيها بحاجة إلى موازنات كبيرة جدا حتى تستطيع أن تقوم بمثل هذا الغرض. نعم. طب كيف جمعيتكم بتتم إدارة مثل هذه الأمور؟ أول شيء هو بيعتمد الحمد لله رب العالمين على الله. خدمة مجانية طبعا؟ نعم. لكل لا، في الخدمة إحنا يعني لما بتكون مدعوم الجمعية بنحاول إن ندور على جهات تعيننا وتدعمنا في هذا عشان نقدم خدمة مجانية، لأنه كلنا لما بوصل المدمن لمرحلة إنه يتعالج بكون وضعه المادي، إن كان متزوج أو كان أهله، بكون وضعه المادي يعني مزري، بكون صعب جدا. بنحاول، لكن طبعا مساعدة الأهالي يعني بكلف علاج في أي محل $5,000 أو $2,000 $1,500 المدمن. إحنا بناخد من 2000 ل 2500 شيكل مساعدة من الأهل، يعني بنعدهاش إنها بدل العلاج، مساعدة اللي نقدر نضل هذا النشاط الجمعية ماشي يعني قائم. يعني أنا بشعر عم بتقدموا خدمة كثير مهمة جدا، بس في المقابل يعني ليش ما بتستغلوا هذه الخدمة بالوصول لأكبر شرائح من المجتمع؟ وفي ناس ممكن معنية بعمل خير، معنية تقدموا أنتم خدمتكم مش بس لهذه المنطقة، لمناطق مختلفة بعتقد من الضفة في هنا وفي النبي موسى، اللي يصير فعلا إمكانيات أكبر للمعالجة. أكيد للأسف إحنا حاولنا نوصل لكثير لجمعيات، وصلنا لمنطقة في الأردن لأخوان إنا في الائتلاف المقدسي، كان على رأسهم الدكتور صبحي غوشي، عرضنا عليه المشكلة فساعدنا مساعدة قيمة إنه يدفع رواتب الموظفين اللي هم الأخصائيين والدكاترة فقط. فأنت لما بتيجي بتحكي مع أي دولة مانحة أو أي جهة عشان تدعمك، فبقول لك أنا ما بدعم مدمن أدفع عنه أكل وشرب أو أدفع أجرة موظفين، فبدأ تقدم لي مشروع. فجمعية زي هاي مشروعها اللي هو بحد ذاتها مشروع إنها تعالج المدمن وتحييه وترجعه لحياته الطبيعية. فهذا أكبر مشروع موجود على الأرض. صحيح. فهم ما بيقتنعوا بهذا الإشي، بيقتنعوا إنه أنت لازم تيجي تسوي لي مشروع، والمشروع هذا تسوي وتيجي أدعمك. ما أنا بحاجة للمادة، ما أنا بحاجة إني لمشروع بالوقت الحالي اللي أقدر أروح أفتح مصنع. أنا بشتغل في علاج مدمنين، أروح أفتح مصنع وأسوي فروع ثانية ألتي فيها عن المدمنين. إذا ما زال المجتمع بحاجة أكثر إنه يتفهم، وممكن مؤسسات الدولة إنها تتفهم بشكل شو الخدمات وشو اللي بيقدمها. وبشكل عام كمان في دول العالم اللي هم بس بيدعموا مشاريع، يعني أنت تيجي تحكي له أعطيني أنا بحاجة ل 10,000 $20,000 شهري لميزانية لمركز، بقول لك أنا ما بقدر أعطيك إياهم، أنا بقدر أعطيك تسوي مشروع مرة واحدة. فإحنا بمشكلة يعني، وانت شايف إنه الوضع الاقتصادي في الدولة الفلسطينية يعني نحكي هون وضع سيء، يعني حتى بدك تيجي تقدم لأي جهة هون عنا ما في، يعني دوب قائمين، الدولة قائمة على نفسها في بداية نضوجها. يعني
الأستاذة ريهام، يعني أنت أخصائية اجتماعية، المنطقة خلف الجدار يعني لها ظروفها الخاصة، يعني وبالتالي في إحساس بأنه المجتمع يعني الدولة مسؤوليتها أو في قصور كبير في، يعني عادة حتى نستطيع أن نواجه مثل هذه المشكلة، في مسؤولية على المجتمع، في مسؤولية على الدولة، في مسؤولية على الأهالي. أولا أنا قبل ما أبدي وجهة نظري، أنت كيف بتقيمي مسؤولية كل طرف من هذه الأطراف في مواجهة هذه الآفة؟ السلطة، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللي بتعتبر أجزاء كبيرة من هذه المناطق سواء تابعة للأنروا أو تابعة لبلدية القدس، شو بتقدري مسؤوليتها وكيف تتعامل مع هذا الوضع؟ أول شيء أنا بشوف إن دور الأهل هو أهم دور لعلاج المدمن، لأن أغلب مشاكل المدمنين بتكون مشاكل اجتماعية ناتجة عن طريق الأهل، اللي هو انفصال، طلاق، مشاكل اجتماعية. فهو أهم دور لعلاج المدمن بيكون هو دور الأهل، بالعلاج ولا بالوقاية؟ بالعلاج والوقاية نفس الشيء. فالأهل لهم ثلاث أدوار في علاج المدمن. أول دور هو بكمن في إقناع المدمن للعلاج، فهو لازم يكون المدمن مقتنع وجايب إرادته كاملة مشان يقدر يستوعب العلاج. أما الدور الثاني هو أثناء العلاج، لازم يكون للأهل كمان متابعة أثناء العلاج مع الطاقم العلاج كاملة مع الإبن، من أجل مساعدة المدمن في تخطي مرحلة العلاج ودعمه لتكملة علاجه. وهو الدور الثالث بكمن فيما بعد العلاج، خروج المدمن للشارع، خروجه للبيت، للأهل. لازم يكون في هناك توعية لأجل إنه كيف يتعاملوا مع المدمن بعد خروجه، كيف يستوعبوا، كيف يساعدوا، يدعموا. فهي هو دور الأهل في علاج المدمن والوقاية من الإدمان. طب أنت من خلال تجربتك ومتابعتك للمتابعين، قديش بتحسي اهتمام الأهل والجهد اللي بيبذلون لمعالجة، لدعم وإسناد أبنائهم سواء على صعيد الوقاية أو على صعيد العلاج، قديش بتشوفي وعيهم ودورهم؟ إحنا في عندنا مشكلة بسيطة، إن العلاج مع الأهل بكون في بسبب الجدار واليهود وإشي، فإحنا في صعوبة مع المتابعة مع الأهل. في أهل كثير متابعين بيجوا عندنا هان على المركز، بتابعوا معنا، بتابعوا مع الطاقم، في لهم دور قوي، يعني بيسألوا، بيساعدوا، بيدعموا عن طريق التليفون أحيانا، عن طريق زيارات بيتية أحيانا، حسب قدرتنا واستطاعتنا إن نوصلهم أو يوصلونهم يعني. ففي متابعة جدا قوية من الأهل للمدمنين لأولادهم في عندنا في المركز. أنا حابب أسمع إذا في حدا من الأهل يعني بحب يحكي ويشوفنا، يعني قديش بيشوف يعني المجتمع سواء على المستوى الرسمي ولا الأهلي عم بدور، بيكون في دور مقنع لمواجهة هذه المشكلة اللي عم تتزايد يوم بعد يوم في مناطق خلف الجدار ولا لا؟ بعرفش إذا حدا من الأهالي حابب يحكي. تفضل، في حدا حابب يحكي؟ طيب يعني تفضل، بنرجع إليك في هذا الموضوع. نقطة تأكيدا، يعني أنا يعني حابب أعرف بالضبط وين تكمن مسؤولية المجتمع وين أوجه القصور في المجتمع في معالجة مثل هذه المشكلة. تمام، وهي النقطة اللي بدي أحكي عنها شوي، ويمكن كمان الأهل يتشجعوا ويساعدونا، لأنه إحنا ما بنستغني عنهم أبدا من أول العلاج لنهايته. بالنسبة للمجتمع غير الأهل، خليني أحكي على السلطة والمؤسسات ككل. يمكن قبل 3 أو 5 سنين ما كان في دور كبير لهم أو جهود في أنه كيف نحكي عن ظاهرة المخدرات، علاج الإدمان. ما كان تقريبا غير إذا بدي أحكي جمعية الهدى اللي من 2000 لازالت حتى الآن باستمرارية ومتابعة في هذا الموضوع. من 3 سنين أو 5 سنين بقدر أحكي أنه لا، صار في ظهور أكثر لمؤسسات كتير بتشتغل لمكافحة المخدرات في السلطة، زادت جهودها، صارت تهتم أكثر بهاي الظاهرة، صارت تتواصل مع جميع المجتمع المحلي، مع الأهل اللي تحارب هاي الآفة والمخدرات، وبدور كبير طبعا للجمعية هون بتميزها بالعلاج. فبنلاقي في نشاطات كتير كانت للمكافحة، بنشر التوعية، بنشر الوصول مثلا للمدمنين، وبيجي دورنا الأساسي إنه إحنا بنستقبلهم، وفي إلنا قصص نجاح كمان بعلاجهم، وبيرجعوا للمجتمع
بس إشي صغير اللي هي المرحلة الثالثة من العلاج التأهيل والدمج المجتمعي اللي بيطلع من عنا المدمن المتعافي من هون، في منهم تزوجوا، في منهم اشتغلوا، في منهم بلشوا حياتهم، وبنكمل بدور تستمروا بتتبعهم لفترة طويلة؟ طبعا برنامج عنا، برنامج المتابعة، طول ما المدمن المتعافي بيجي للمركز ومهتم احنا بنستقبله بنسمعه وبنساعده. استاذ احمد، يعني هذا فيما يتعلق في مسؤولية الجمعية في العلاج، بس بصراحة يعني كمان مسألة المخدرات تحتاج الى امن، تحتاج الى نظام، تحتاج الى ملاحقة المروجين والتجار. قديش يعني بصراحة الانطباع السائد بانه لا يبذل اي جهد في هذه المناطق لمواجهة هذا الجهد، بحكيش عن جنب التوعية ولا عن جنب العلاج، لا، عن ملاحقة الأشخاص. هل بتحس فعلا أنه في متابعة جيدة ولا أنت لك رأيا آخر في هذا الموضوع؟ لا، أنا رأيي أنه في متابعة من مكافحة المخدرات، الحمد لله اللي يعطيهم العافية، يعني بيشتغلوا على قدم وساق على مكافحة المخدرات والحد من انتشارها، والدليل أنهم مسكوا يعني قبل فترة مصانع في قلقيلة وفي المناطق هاي بتصنع المخدرات الكيماوية، ومسكوا مشاتل في مناطق أريحة، وكفي لهم يعني عدد يعني قضايا قاموا بالقبض على المروجين وعلى هذا بقدرتهم. لكن احنا بنعرف انه الوضع السياسي ككل يعني اذا والمصدر محلي للمخدرات باعتقادك من حالات ولا ياتي من مناطق من خلف الجدار؟ هو ياتي من خلف الجدار، لكن في مشكله هون انه في، بما انه منطقه الضفه مش كثير فيها الامن والمتابعه، مع انه بحاولوا بكل الامكانيات انه يتابعوا، بلاقوها منطقه خصبه مش زي مناطق الاسرائيليه كل ما بتابعوا، فبيحاولوا انه يصنعوا تصير محليه، وهذه المشكله اذا صارت محليه بتنشر في كل منطقه فلسطين. يعني لما كانت خارجيه كانت تخش تهريب. ما فهمت، اذا بتقصد نتيجه ضعف المتابعه بدت تزيد نسبه الانتاج والتصنيع في داخل هذه المناطق؟ ما هي بدي اشرح لك انه المتابعه الوضع السياسي ككل هو بحد من عمل الضابط او مكافحه المخدرات او الضباط او الشرطه، لانه اذا بده ينطلق من منطقه رام الله لمنطقه الخليل عشان يلقي القبض على تاجر او على اي شخص بده تنسيق امني بينه وبين اليهود، يعني ما بيقدر يعتقله يمرق فيه من محسوم او حاجز اسرائيلي بدون ما يكون في تنسيق بينهم، فبين ما يتم التنسيق بكون مروج المخدرات وموزع المخدرات وعامل اللي بده اياه. طب هي يعني هذه المناطق خلف الجدار وجزء كبير منها تابع لبلديه القدس، انت كمواطن مش كرئيس جمعيه بتحس انه عمين مسؤوليه فعلا ان يتصدى لتجار المخدرات، على السلطه الفلسطينيه اللي مش تابعه لهذه المناطق ولا على سلطه الاحتلال وسلطه البلديه اللي اداريا ما زالت تابعه لها خصوصا هذه المناطق؟ خارج الجدار اللي هي نحكي منطقه القدس، يعني بنقول خارج الجدار اللي هي بدها تكون طبعا مسؤوليه الاسرائيليين، لكن ما في عندهم زي يعني اهتمام زي ما بكون في مناطق الاسرائيليه زي ما بكون في مناطق الفلسطينيه، يعني عندك في مناطق عده في مناطق القدس زي سلوان والطور فيها كتير أوكار مخدرات ما بيجوا بيهتموا فيها أو بيغلقوها، لكن إذا صار في وكر، نسمع وكر صغير صار عند تل بيوت أو هذا، فبقوموا على السريع بإغلاقه بكل الإمكانيات، بقوموا عليه بالحرب إنه هذا للإسرائيليين. في داخل السور اللي نقول منطقة الضفة الموجودة هي بدها تكون مسؤولية السلطة، بس أنا حكيت لك انه الوضع السياسي بحد من عمل السلطه، ما فيش امكانيات فعليه لعمليه، يعني بده يجي من رام الله لعناتها، بلاش نقول للخليل وبيت لحم، من رام الله لعناتها بده تنسيق امني، لانه ما بيقدر يعتقل واحد في الطريق وتشوفه صار الجيش اسرائيليه او شرطه وتوقفه، لكن واحد معتقل عنده يمكن يفكوه وما في تنسيق. استاذ الثوره، يعني هذا الموضوع وين منتشر اكثر بصراحه، تعاطي المخدرات يعني الى درجه التعاطي او الادمان؟ لما انا بسال التعاطي، التعاطي والادمان هو بأي فئة عمرية؟ في الأطفال، في الشباب حديثي السن، في المتقدمي السن، يعني وين أكثر الفئات بتحس أنه عم بنتشر بينهم هذه الآفة؟ ومسألة الذكور والإناث يعني منتشر بين النساء ولا فقط بين الذكور؟ طيب، هون بدي
بدي أحكي عن ثلاث نقاط. أول نقطة وين منتشر، خليني أبدأ كأماكن، كأماكن أكثر في مناطق سي اللي هي ممكن نسميها المناطق التائهة، كيف هلأ حكينا منتشر بدرجة أولى وبلش يزحف لكل المدن. تجمعات السكنية اللي نشأت جديد خلف الجدار بعد 2006 بتقصدي؟ للأسف نعم صحيح. وهلأ بلشت تنتشر في كل القرى والمدن، فيعني بتسمع عن أماكن ما كنت أبدا تتوقع أنه ممكن يوصلها المخدرات وصلتها. اثنين، كفئة عمرية حاليا بلش الانتشار ما بين 11 ل 27 سنة 25 سنة الإدمان على المخدرات الكيميائية الحديثة اللي هي الهايدرول أو في مسميات تانية مبسطون مستر نايس حاليا، لكن قبل تقريبا 5-6 سنوات كان انتشار المخدرات في أعمار مختلفة متفاوتة على أنواع عديدة من المخدرات، الهيروين، الكوكايين، الحشيش، المروانة وكلها. نيجي لأشياء مهم جدا وضروري نركز عليه وممكن يكون لقدام بده مزيد من المتابعة والاهتمام، الفرق في التعاطي والإدمان ما بين الذكور والإناث. للأسف الإناث مش ماخدين حظ في الاهتمام نسبة بهذه التعاطي الظاهرة. قديش بتقدريها بين الذكور والإناث؟ الانتشار بين الذكور أكثر، ممكن يكون أكثر من 60% أو 70% بيكون بين الذكور، 30% بين الإناث. بين الإناث يعني شوف حاليا ما في دراسات تأكد، لكن أنا بحكي لك كتوقعات، ممكن تصيب ممكن أنه ما تكون هالقد دقيقة، لكن من خبرتنا ومتابعتنا أنه لا، نسبة انتشار الإدمان بين الذكور أكثر. الفرق بين الذكور والإناث بيبدأ من أول مرة استعمال لحد كيف بيستعملوا، كيف بيدمنوا، وكمان كيف بتعالجوا. بنلاقي الإناث أكثر بميلوا للإدمان على الأدوية، تحديدا المهدئات، المروانة، الحشيش، الهيروين، في حين إدمان الذكور فهو كل شيء متوفر للذكور ممكن ياخدوه ويجربوه. يعني في فرق في أنواع في التعاطي. نعم صحيح. يعني إذا بدي أرجع مرة أخرى للأستاذ ريهام، أستاذ ريهام يعني من خلال متابعتك، تابعتي أولا حالات من النساء اللي بتعاطوا مثل هذا الموضوع ولا لا؟ طبعا إحنا عندنا هنا في المركز عالجنا أشطر من حالات نسائية. يعني كيف شفتي، كيف فعلا يعني كيف وصلوا إلى هذه الحالة، كيف المرض وصل إليهم؟ يعني في أكثر من حالة، يعني مثلا في حالات عن طريق أزواجهم وصلوا لهي الإدمان، يعني بكون زوجها مدمن يعني فتح الدار مثلا زي وكر، إيش زي وكر مخدرات، فيعني بسبب المعاناة الصعبة اللي بتعانيها تلجأ للمخدرات عشان تنسى همومها وتنسى الوضع الرهن اللي عندها، لأن إدمان زوجها بيؤدي لإدمان أولادها، فبصير عندها حالة نفسية سيئة جدا، فبتلجأ للمخدرات نتيجة حالة. وجرأة النساء على التوجه للمركز للعلاج أعلى ولا أقل بتحسيها؟ لا شوفي، جرأة النساء أقل، لأن بضل عند النساء حياء أو إنه تخوف إنه يروحوا على المركز أو ينتشروا أو يشوفهم الناس يقولوا هاي، فهيك دائما أقل إنها جرأة النساء، ما عندها الجرأة القوية يعني تلجأ للعلاج. وأنتوا بتبذلوا جهد إنكم توصلوا هذه الحالات، بتبادروا ولا فقط إنه يجي الشخص يتقدم لكم؟ لا طبعا، يعني إحنا يعني بنذبل جهدنا إننا نطلع نشوف بحاجة للعلاج ومش قادرين يوصلوا، إن إحنا بنوصل لهم، يعني إذا حابين تتعالجوا حابين تشوفوا المركز وإشي، إذا هم حابين برادتهم إحنا ما بنجبر حدا إنه يجي يتعالج، يعني إذا حدا حابب برادته يلجأ لنا بنلجأ له، بس إذا غير بس بتقدموا العرض بالآخر. طبعا أكيد نقدم العرض للي بحب إنه طبعا معنا أحد الأشخاص المشاركين حابب يسمعنا ويبدي وجهة نظره، أعطيه بس المايك إذا سمحت. ليش بحب أعرف عن حالي، أنا خضر الزغبي مدمن متعافي في مركز النور، بشكر المركز هذا خاصة. في كان جواب على سؤالك بالنسبة لكثرة المخدرات في داخل مخيم عناتا. أول شيء يعني أنا بشوف إنه هي ليس فقط المخيم، كنا كل المناطق خلف الجدار، كل خصوصاً التي نشأت بعد بالضبط، بس إحنا بنحكي كمخيم عناتا ولقطرة وسهولة وصول المخدرات إلها وتنافس الشباب بين بعض في تجارة المخدرات واضحة لغياب السلطة الوطنية والأمن والأمان. وكمان بالنسبة لسؤال، يعني سؤال مش بس لمشاكل اللي بيعاني منها المركز، المشاكل اللي بيعاني منها المدمن والمجتمع اللي هي الخجل الاجتماعي في جلب ابنه من العار الاجتماعي اللي هو
بمنع كثير. وبختلف انا مع الاخصائيه انه لا، في كثير مدمنات بس العار الاجتماعي هو اللي بمنعهم انه يصل، زائد انه ضغط المجتمع او خلينا نحكي عدم الرحمه في النظره لاكثر فئه مهمشه في المجتمع الفلسطيني واللي فعلا بحاجه لوقفه مجتمعيه وطنيه ومن السلطه اهم من اي ادوار ثانيه، لانه شبابنا الفلسطيني خاصه مع مخدر الهيدرو رايح لطريق كثير مسدود. شو المقصود بمخدر؟ يعني الناس مش كلها بتعرف شو المقصود بمخدر الهيدرو، شو اثره هذا المخدر؟ المضبوط، حتى الاطباء عجزوا عن تفسير تركيبته للاسف لسهوله انه صار كل شخص يقدر يصنع الماده هاي ويحط المواد الكيميائيه منها الفليت منها التنر على الماده هاي، واللي بيخلي صعوبه للاطباء كيف يتعاملوا مع الاشخاص اللي يعني كل شخص بيجي بيستعمل نفس المخدر لكن ضرره على الشخص بيختلف كثير عن ضرر الشخص. شو حجم الضرر؟ يعني ليش هذا يعتبر اخطر من باقي الاشكال؟ طبعا كلها خطيره يعني بالمناسبه، بس ليش انت بتشوف انه هذا من يعني انا بدي احكي عن تجربتي الشخصيه في تقريبا في ادماني على جميع المواد المخدره. ماده الهيروين يعني اذا بنحكي لفتره 21 يوم من الألم الإنسان بيرجع لوعيه الطبيعي ولعقله، بينما إحنا بنشوف بيجي الإنسان اللي مدخن مادة الهيدرو أو المسميات الأخرى فاقد لعقله، التصرفات غير متوقعة غير مفهومة إلنا كمدمنين سابقين أو كأخصائيين. وصدقا الفترة اللي خلينا نحكي الشهر أو للثلاث شهور غير كافية لفهم إنسان أدخل لمواد كيماوية أثرت على عقله أكثر من المواد الأخرى الثانية. تعرف يعني واضح أنه الانتشار بين الشباب الأقل عمر القليل التجربة، يعني بناء على تجربتك يعني إذا بتعطينا الصورة كيف أنت فعلا ما وجدت نفسك إلا أنت واقع في هذا المستنقع، كيف أنت انجريت لهذه المسألة مش كأشخاص بس كيف الظرف؟ يعني مرات كثيرة من الأطفال بوجد حاله يعتبرها تجربة وحابب يخوضها وتنقل انطباعات قد تكون مش صحيحة عن هذا الموضوع. إيش اللي صار معك حتى وجدت نفسك أولا متعاطي ثم مدمن؟ المضبوط الأستاذ أحمد والأخصائية يعني حكوا عن بشكل عام عن مجمل الظروف إن كانت سياسية واقتصادية الشخصية. وأنا أكثر واحد بتطرق لا أميل برمي الحمل على احتلال، لأنه حتى في دول أخرى في مخدرات منتشرة. الاحتلال يسهل بس للأسف قلة الوعي في المجتمع الفلسطيني، قلة تعاون الأهل، قلة فتح المدارس. يعني إحنا بنشوف بس من فترة وجيزة المدارس تفتح أبوابها تحكي عن موضوع المخدرات، يعني كثير موضوع متصلب. إحنا يوم بنحكي عن مخدرات بقول لك أنت توعي الشباب أو أطفالنا على هذا الشيء، بينما هذا الشيء للأسف وللجريمة فارضة نفسها أكثر من أنه من عدة مؤسستين أو ثلاث في فلسطين هي بتعالج. أنا بحكي من خبرتي أكثر من 7000 مدمن هيروين، أكثر من 7000 حسب خبرتي في الداخل وفي الضفة. واليوم إذا بنحكي بعد انتشار مخدر الهيدرو بنحكي عن حالات فعلا لا تصدق، يعني المخدرات باتت خلف كل باب بيت فلسطيني. أها. طب كتكلفة كديش عادة يعني الشخص اللي بيتعاطى مثل هذا كديش حجم التكلفة وكيف بحصل على هذه الفلوس حتى يغطيها؟ المضبوط في كان نقله من الثمانينات اللي هو كان مخدر الحشيش اللي كان أقل تكلفة وغير مكلف، فنزل بعدها الهيروين اللي كان يكلف الشخص ما لا يقل عن 500 أو 600 شيكل يوميا، وإذا كان في كمان مصاري بروحه. للأسف أنا بعتقد أنه في ناس قائمة على الجريمة المنظمة درست، يعني صار عند الناس وعي أنه مادة الهيروين هذه مادة مؤذيها، فدرسوا كيف يصلوا للناس بطريقة أبسط في مال أبسط وفي طريقة خلينا نحكي اللي حكى عنها الأستاذ أحمد أنه صار عندنا مستنبتات أو بسووا في البيت، يعني صارت الطريقة موجودة عند تقريبا كل أي شخص بيبحث عنها بيقدر يسوي هذا الشيء. فاليوم إحنا بنشوف بعشرين شيكل بيقدر أي شخص يعني أرخص من حق الدخان.
فاستهداف الشباب الصغيرة في المدارس وفي المجتمع الفلسطيني بكثير أكثر وصارت أسهل وصولها إليهم. معنا كمان حالي حابب أحد المواطنين من المنطقة حابب يعني يعطينا رأيه في هذه المشكلة وكيفية مواجهتها. السلام عليكم، أنا اسمي يونس مهتدي، مواطن مخيم شعفاط ومتابع للحالة، وأنا بشتغل موظف في جمعية الهدى كمرشد. واللي بدنا نحكيه هون إنه ليش الكل بيحكي إنه من داخل الجدار إنه انتشار المخدرات اللي زي مخيم شعفاط كفر عقب وإلى آخره، هذه المناطق اللي هي بتنتشر فيها المخدرات بشكل عام وبازدياد، لأنه ما في أي جهة أمنية متابعة للإشي هذا، وهذا بنعد من الفلتان الأمني. بيقدر الواحد يحصل زي ما حكى الأخ اللي حكى قبل شوي إنه بأقل ما حكى بخمسة شيكل بيقدر يحصل على مخدرات. فهذا الإشي كمان دعم من الاحتلال عشان يدمروا الشباب تبعونا داخل الجدار ما يسمى يعني بالجدار. يعني انخفاض التكلفة بتحس إنها كأنها ممكن تكون في إطار سياسي لنشر هذا الموضوع بشكل أوسع. سياسي أوضع. سياسي مبرمجة من الاحتلال لتدمير شبابنا داخل السور اللي هو الجدار. هلأت داخل الجدار انتشار المخدرات، وهي اللي حكت عليها المدير المهنية الأخت ثورة إنه عن الهايدرو والنايس هذا اللي طالع بالمواد الكيماوية كبديل المخدرات، وهذه من أخطر أنواع المخدرات اللي بتتروج لشبابنا حاليا، وهذه المشكلة اللي المجتمع حاليا إحنا بنعاني منها كتير كتير. فعشان الفلتان الأمني ما فيش أي جهة مختصة في هذا الإشي، لا إسرائيل معنية لا السلطة معنية، مش معنية السلطة ما بتقدر تدخل لهون إلا زي ما حكى المدير إنه السيد أحمد حجازي إنه إذا بدك تنسيق أمني وإلى آخره، وعبل ما توصل للإشي هذا بكون الإشي خالص ومضم. تاريخيا يعني كان معروف منطقة اسمها الوكر أو الكوكاكولا في هذه المنطقة، هذا بالزمنات كان كيف تم التخلص منه يعني والشو اللي دفع هذا الوكر الكوكاكولا؟ تم التخلص منه من الاحتلال الإسرائيلي مصلحة لإلهم مش لإلنا. هل صحيح لأنه بدوا إسرائيليين يصلوا هذا الوكر ولا في أسباب أخرى؟ الأسباب اللي هي أمنية، تخلص من الكوكاكولا هي أسباب أمنية، لأنه هون في من الوجهاء في المخيم شعفاط حاولوا أنه هذا يسوي المكان كجامع وارتفض أنه يسوي جامع، وبلشت هون عدة من الجهات أنه المشايخ والجوامع أنه يشتغلوا على هذا الإشي ونسوي جامع فارتفض. فالمتخطط الاحتلال كان أنه هدد وانضم لداخل الجدار اللي عندهم، يعني ما قطعة الأرض كلياتها اتخذت للمنطقة الإسرائيلية مش لمنطقة مخيم شعفاط. فهذا هو البديل إنه إيش؟ إنه الهدف والمصلحة هي إسرائيلية وليس فلسطينية ولا للشباب عندنا. تفضل بسمع. فبدي أحكي يعني إنه إحنا هون بسبب إنه ما فيش عندنا أمن في قلب المخيم أو كفر عقب أو في كتير مناطق اللي هي ما فيش فيها لا شرطة ولا أي حماية، بتم ترويج المخدرات كمان للشباب الصغار، وهذه النقطة اللي هي أخطر إشي على المجتمع تبعنا حاليا، ترويج المخدرات للشباب الصغار لأطفال بسن 12 و13 سنة قاعدين بيحصلوا على المادة اللي هي هذه الجديدة، ومقابل شواكل يعني مقابل إشي بسيط جدا. وهذا هو اللي ياريت إنه نسمع إيش بده يصير في هذا الإشي. يعني من معلش إذا حدا عنده حابب يبدي بأي مداخلة قبل. تفضل. مظبوط الشيخ احمد الاخصائيه، احنا بنشوف الاونه الاخيره انه يعني المظبوط العلاج بالبدائل اللي هو بالميتادون فرض قبل وجود علاج خلينا نحكي التقليدي واللي هو صحي اكثر، واتجاه شبابنا يعني الفلسطيني بالذات يعني اغلب مدمنين الهيروين توفر لهم علاج في البدائل. لوين احنا راح نروح لقدام في الخطوة هاي؟ وشو رأي من ناحية اختصاصية ومن ناحية كجمعية انه ما توفر علاج في مراكز وما وفروا لهم انه يتعالجوا في مراكز كعلاج تقليدي زي انا كزميلي عصام الصوفي وغيرنا وغيراتنا، بينما اهلوهم او سهلوا لهم العلاج بالبدائل واللي احنا عارفين انه هو موت محقق بس يخلصوا من أشخاص من مشاكلهم الاجتماعية، توفير لهم السم البديل وإخمادهم نفسيا وجسديا. وبدي إن شاء الله نلاقي جواب. شكرا. يعني إذا نرجع
لضيوفنا ومتحدثينا، أو بالأحرى نحن ضيوفكم كوننا نسجل الحلقة في داخل المركز. شكرا على كل المساعدة. يعني وين تقع مسؤولية المجتمع؟ وين تقع بشكل واضح بصراحة؟ يعني احنا فهمنا وين مسؤولية الجمعية والحجم اللي بتقدمه الجمعية، بس أنا حابب أسمع أين تقع مسؤولية المجتمع المحلي في هذه المناطق في التصدي لهذه الآفة؟ المجتمع، أنا قلت لك أنا منطقة أو فلسطين خاصة وعامة، خلينا نحكي عامة وخاصة، والقدس ومناطق كلها وال 48، مع الوضع السياسي الكل عمال بيعمل منبه على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فعمال الشيء بنتشر من تحت الرجلين، يعني خلينا نحكي زي المية مش حاسين فيه. لكن بين ما قديش علاقته بالجرائم الأخرى اللي بتصير في المنطقة؟ تقريبا يعني بدك تحكي 100%، يعني دوب تلاقي قليل من الناس اللي بيقدر يشتغل ويمون هذه المادة. يعني بدي أحكي لك 100% إنه حتى لو الجريمة بتيجي على أصغر شيء، خلينا على الكذبة، لو بده يجي مدمن يكذب على 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 سوبر ماركت، يقول له مد إيده يشحد، يقول له أنا فقير من أجل إنه يعني هو سبب ونتيجة في نفس الوقت لمجموعة من الجرائم. بالضبط، فهو بولد، يعني بولد كل هذه الانحرافات. الولد بنحرف، الكبير بنحرف، كل بني آدم بيدخل على الإدمان إلا تكون عنده طريقة انحراف بشكل أو بآخر، حتى لو كانت تبلش من كذبة صغيرة تبلش هي للانحراف للجريمة. أستاذي الثورة، يعني شو أبرز المشاكل والآفات الاجتماعية الأخرى من خلال متابعتك اللي بتشوفيها ذات علاقة بآفة التعاطي والإدمان على المخدرات؟ من أكثرها انتشاراً التفكك الأسري، المشاكل الاجتماعية اللي بتزيد سواء قبل أو بعد الإدمان وتعاطي المخدرات، ظهور مشاكل اجتماعية أو خلينا نحكي جرائم أخرى، سرقات، أوقات سمعنا عن جرائم قتل بسبب الاستعمال. لها علاقة في هذه الجرائم اللي بتصير في المخدرات؟ طبعاً الإدمان على المخدرات في مراحل معينة، وعند بعض الحالات خلينا نحكي في مستوى معين تحديداً لما يوصل للانحراف ممكن يؤدي للجريمة، لأنه ما بيكون الشخص بوعي وما بيكون مدرك لتصرفه، هل هذا صحيح أو مش صحيح، أنا أفعل أو ما أفعل. فسمعنا عن بعض الأمثلة على الجرائم اللي صارت، السرقات، الاعتداءات، ممكن تكون زائد في الأمراض النفسية اللي حديثا صارت تنتشر أكثر بسبب استعمال المخدرات، وتحديدا بسبب المخدرات الكيميائية الحديثة اللي بتشتغل على إثارة الهلوسات. وللأسف عديد من الشباب والمراهقين أصبح من مدمن ومتعاطي لهاي المواد لمريض نفسي وبحاجة لمتابعة مستمرة في مستشفيات. يعني بالتأكيد موضوع تعاطي المخدرات والجرائم ذات العلاقة والآفات الاجتماعية وموضوع طويل لا يمكن مناقشته فقط بخمسين دقيقة، لكن في نهاية هذا اللقاء يسعدني بداية أن أشكر ضيوفنا المشاركين معنا في هذه الورشة المتلفزة، أن أشكر بوجه خاص الأشخاص اللي مروا بهذه التجربة ونجحوا في العلاج منها والمرور بها والتشافي والتعافي والعودة إلى حياتهم الاجتماعية، وكان لديهم الجرأة بأنهم يشاركونا في هذه الحلقة، كان لديهم الجرأة أنهم يبدوا بآرائهم بشكل واضح. يعني هاي حالات نادرة لكني بعتبرها رسالة مفيدة أن نسمع من الأشخاص أنفسهم. أشكر أيضا مرة أخرى المركز اللي سهل لنا تسجيل هذه الورشة، نشكر الأستاذ أحمد حجازي على مشاركته في هذا الموضوع، نشكر الأستاذ الثورة الأخصائية النفسية في هذا الموضوع، وطبعا الشكر موصول للأستاذ ريهام ولكل من شارك معنا وأبدى وجهة نظره أو حتى حضر. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم، وبوجه خاص أيضا للمرشدين الاجتماعيين والعاملين في الجمعية المتواجدين في الخلف، ونأمل أن تكون إسهاما ولو كان صغيرا في التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها. وإلى اللقاء في ورشة أخرى.